السلام عليكم، وياكم مهندس عمر من شركة ضوء الفضاء. واليوم راح نحكي عن أحد منتجات شركة فيسول واللي وصلنا حديثا، واللي هو الوايرلس مش. شنو هي تقنية المش وشلون نقدر احنا نستفاد من عندها؟ إذا كانت شبكة الواي فاي بيتك ما تغطي البيت كله، وعندك أماكن شبكة تكون بها ضعيفة، فالحل توفر عندنا معجزة فيسول عبر تقنية الوايرلس مش. شنو هاي التقنية؟ تتكون أنظمة المش من جهازين أو أكثر من أجهزة التوجيه الراوتر، ويتواصل مع بعضها عبر اتصال لاسلكي على مود تحقق تغطية كاملة للشبكة ببيتك. كل اللي عليك تسويه هو تشتري فيسول راوتر عدد 2 أو 3 أو حسب احتياج بيتك على مود تأمن تغطية شاملة له. تربط أول جهاز بالراوتر الحالي أو تربطه مباشر بالكابل النازل من النار، والقطع البقية توزعها على البيت بالأماكن اللي تكون تغطية بها ضعيفة. الشبكة مالتك مهما كانت عدد نقاط التوسعة اللي نصبتها، هي بالنهاية شبكة واحدة لها اسم إشارة وكلمة مرور واحدة، يعني تليفونك أو لابتوبك أو أي جهاز يشتغل عندك على الواي فاي راح يتصل من النقطة الأقرب، وتوفر له اتصال قوي أوتوماتيكيا. بعدين سوي شوية إعدادات بسيطة راح أشرحها لكم. بعد ما تنتهي من إعدادات تصير إدارة ومراقبة شبكتك سهلة كلش عن طريق المتصفح. يحتوي الجهاز على نطاقين بث أو دول باند، وهما الـ 2.4 والـ 5 جيجا هرتز، حيث نطاق الـ 5 جيجا هرتز يوفر معدل نقل بيانات يصل إلى 867 ميجا بت بالثانية، ونطاق الـ 2.4 يوفر معدل نقل بيانات يصل إلى 300 ميجا بت بالثانية. يحتوي على مالتي اس اس اي دي، يعني تقدر تبث بنفس الجهاز 3 أسماء إشارة مختلفة. يحتوي على 2 إيثرنت، أحدهما وان وبسرعة 1 جيجابت بالثانية، وآخر منفذ لان بسرعة 100 ميجابت بالثانية. يعمل بدرجة حرارة بين 0 إلى 50 درجة مئوية. شكله جميل، ما يسبب لك أي مشكلة ولا يشوه ديكور بيتك.